خليني اقول لحضراتكم ان النهارده عندنا موضوعات كتير قوي. الكوره طبعا هي الشغل الشاغل، عندنا دربيات على اعلى مستوى، عندنا ماتش الاهلي وسيمبا. بس خليني الحقيقه، يمكن احنا اتكلمنا امبارح عن انجاز حققه منتخب مصر بالتاهل للنهائي بطوله السلاح، منتخب مصر الشباب، وده كان على حساب المصنف الاول على العالم، وقلنا انه بكده المنتخب بيضمن ميداليه لاول مره في التاريخ. والحقيقه ما كدبوش وما خيبوش ظننا، وقدر ان هم الحقيقه كمان في النهائي يتفوقوا على روسيا المصنف الثالث على العالم، واللي اقصد فرنسا المصنف الثاني على العالم، عشان يحققوا ذهبيه في مونديال العالم للشباب لاول مره في تاريخ مصر. شباب بيفرح، شباب بيدي امل لبكره، شباب بيقول انه المصريين قادرين بصرف النظر عن الارقام، بصرف النظر عن الصعوبات والتحديات، قادرين يتفوقوا في كل المجالات. الشباب اللي قدام حضراتكم دول اقصوا اول العالم واقصوا ثالث العالم، وقدروا يحققوا ذهبيه لاول مره في التاريخ. الف الف مبروك ليهم ولكل الجيش اللي كان واقف وراهم عشان يوصلوا للفوز ده، وطبعا للمصريين. طبعا يعني احنا لحد الانجاز بتاع امبارح من قبل مباراه روسيا اللي كانت واحنا بنتكلم على الهوا كانت خلاص كمان شويه بنتكلم انه منتخب مصر هيلعب منتخب روسيا اللي قدر ان هو يتفوق على منتخب فرنسا الثاني على العالم. بس لحد انجاز امبارح قبل الذهبيه واحنا كنا حاسين بفخر شديد قوي، بنتكلم انه حتى لو لحد هنا احنا مبسوطين وفخورين وانجاز تاريخي وعمره ما حصل قبل كده، وانه لما بيبقى فيه كل الانجازات دي في رياضات مختلفه مش بس في كره القدم، يعني مش بنسلط الضوء بس على كره القدم، اي لعبه أي رياضة بترفع اسم مصر بنبقى فخورين بيها وفخورين بأبنائنا اللي بيعملوا ده، فما بالك بقى لما كمان خدنا الذهبية. والحقيقة إنه في إشادات عالمية كبيرة قوي مش بس بالمنتخب المصري ولكن كمان بالتنظيم، وليه لا، أي حدث رياضي أو غير رياضي بتنظمه مصر بيبقى طبعا محط أنظار العالم.